اي ماذا عندك؟ بارك الله فيك يا شيخ. سؤال: متى او ما هو الضابط لتعيين شخص ويقال له مبتدع؟ يعني يعين على الشخص ويقال له مبتدع، ما هو الضابط في هذه المسألة؟ حينما يكون منهجه مخالفة السنة بمعناها الواسع، قولا وفعلا وتقريرا. حينما يكون منهجه هكذا، أما إذا وقع في بدعة ما أو أكثر من بدعة اجتهادا، ولو أنه كان في ذلك مخطئا، فلا يكون مبتدعا، وإلا لم ينجو أحد من الابتداع. عندما يكون يا شيخ يعني يخالف الكتاب والسنة. لا، أنا ما ذكرت الكتاب لأن هذا أمر بدهي. حينما يخالف السنة التي من المفروغ عندنا أن الكتاب لا يمكن فهمه إلا بالسنة، والسنة هي سنة قولية وفعلية وتقريرية. حينما يأتي إنسان ويخالف السنة بهذه الأقسام الثلاث لها، اعتمادا منه على رأي أو هوى ولا يبالي بهذه السنة، يتخذ ذلك منهجا له في حياته، فهو الرجل المبتدع. أما أن يخالف السنة لسبب أو آخر فيقع في البدعة، بل ويقع في المحرم صراحة، فلا يكون مبتدعا ولا يكون بالتالي فاسقا لأنه ارتكب محرما. طيب بالنسبة للشيخ للمبتدع القدامى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات السلفية في مصر. الحلقة اليوم إن شاء الله تكون بعنوان حوار هادئ مع أخي المتشدد. وأنا اليوم عاوز أتكلم مع أخويا الذي يدين بنفس ديني ويعتقد نفس اعتقادي، وأقول له: أيها الأخ الكريم، إياك والغلو في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو في الدين والتشدد أمر مرفوض وأمر منبوذ شرعا، وأمر جاءت الشريعة بالنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بسند حسن حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باليسر وأمر بالاتحاد وتوحد الكلمة بين المسلمين. حال المسلمين الآن للأسف الشديد يرثى له من الفرقة، لا سيما بين أبناء الصف الواحد. الله تبارك وتعالى أظل المسلمين جميعا بمظلة واحدة، فقال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا اختلفت طائفتان من المسلمين وجب على من دون الطائفتين أن يصلح بين هاتين الطائفتين العظيمتين. وأنا أرى هذا الآن واجبا علينا أن نصلح بين إخواننا أبناء المعتقد الواحد، وأرى أنه من التشدد والتعنت والظلم أن نهضم حق فريق على الآخر. أبناء المنهج الواحد وأبناء العقيدة الواحدة تفرقوا، الله تبارك وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أبناء السلفية السلفيين في العالم العربي الآن ينقسمون إلى فريقين: فريق يسمى بالمداخلة أو يطلق عليه المداخلة، وفريق آخر يطلق عليه لقب الخوارج، وهم أبناء منهج واحد ومشايخهم واحد وعلماؤهم واحد ومشربهم كلهم واحد، ثم تفرقوا. ونحن مأمورون بالاعتصام بالكتاب والسنة كما قلت لكم آنفا في قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر من مكة إلى المدينة، وبعد بناء المسجد مباشرة آخى بين المهاجرين والأنصار.
الأنصار كانوا قبيلتين عظيمتين كما تعلمون، قبيلة الأوس والخزرج، وكان بينهم حروب، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ونزع من بينهم العصبية القبلية. والمهاجرون كانوا فئاما شتى مختلفون في المشارب والطبقات الاجتماعية، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار وأصبحوا كالشخص الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ذلك في أنفسهم فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأنا عاوز أقول لك احنا كلنا تحت مظلة واحدة وهي مظلة الإسلام، وكلنا تحت منهج واحد وهو منهج السلفية. كلنا نؤمن بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فلما الفرق بيننا ولما الخلاف بيننا؟ التشدد والتعنت في تبديع العلماء وتضليلهم قريب الشبه من الفئام الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضه، وكانوا ينزلون الآيات في غير محلها، كما يحدث من كثير من طلبة العلم الآن في إنزال آيات نزلت في المشركين والكفار على إخوانهم المسلمين، وهذا أمر باطل، هذا يؤدي في الأخير إلى تكفير المخالف لك، وهذا حتم لا فرار منه. من أسوأ ما يحدث بين طلبة العلم الآن إنهم يأتوا بالنصوص وكلام الأئمة والعلماء الأكابر كشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم، وينزلون هذا الكلام على العلماء، علماء أهل السنة. يا أخي الكريم، شيخ الإسلام ابن تيمية كان يناضل في سبيل الله تبارك وتعالى ويحارب بقلمه ولسانه أهل الضلال والبدع. من هم؟ القدرية، المرجئة، الأشاعرة، الخوارج، الشيعة، الباطنية، الإباضية، الزيدية، ملل، نحل، فرق، كلها بعيدة عن أصولنا. نحن متفقون في الأصول أو في أغلب الأصول، فإذا اختلفنا في أصل أو أصلين يذهب فريق منا فيأتي بنصوص العلماء وينزلها على علماء آخرين. وهذا أنا لم أسمع به إلا في مصرنا الحبيب. أنا في المملكة العربية السعودية قرابة 12 عام، فيها علماء أكابر، لم أسمع يوم مع اختلاف الشيخ الألباني مع الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أن أحدهما قد بدع الآخر، لم أسمع يوما أن شيخ الفوزان أو الشيخ عبد العزيز الراجحي أو دكتور عبد الكريم الخضير أو شيخ اللحيدان أو ابن جبرين رحمة الله عليه أو غيرهم طعن بعضهم في بعض مع اختلافهم. يا أخي الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في بعض المسائل العقدية ولم يبدع بعضهم بعض ولم يهجر بعضهم بعض. اختلف الصحابة في أيهما أسبق في الخلق، القلم أم العرش. اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره، اختلفوا ومع ذلك تقبلوا بعض، إحنا لا. وهذا لا يحدث إلا، وهذا أنا رأيته بعيني، لا يحدث إلا من الصغار. العلماء الكبار لا، يوقر بعضهم بعض ويحترم بعضهم بعض ويعذر بعضهم بعض، لكن لا، في مصرنا الوحيدة لا يوجد عند فئام من الناس عالم واحد على السنة. شيخ محمد سعيد رسلان غفر الله لنا وله، شيخ هشام البيلي غفر الله لنا وله، لا يرون أحدا في مصر على السنة ولا هم يروا بعضهم على السنة. الشيخ محمد سعيد رسلان يبدع الشيخ هشام وجميع العلماء إلا من يدين بمنهجه، وأنا أتكلم عن العلماء المشاهير الأكابر المعروفين، والشيخ هشام يبدع جميع العلماء بما فيهم رسلان، يعني رسلان يبدع العلماء بما فيهم الشيخ هشام والشيخ هشام يبدع العلماء بما فيهم الشيخ رسلان، فأصبح لا يوجد في مصر عالم واحد على السنة. هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ أصول السنة التي تدرس في المدارس السلفية كلها
الشيخ محمد سعيد رسلان بيدرس طلابه أصول السنة، والشيخ هشام البيلة بيدرس طلابه أصول السنة، والشيخ أبو إسحاق والشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ العدوي والشيخ بالي وغيرهم أول من علموا الناس أصول السنة في مصر. إحنا لم نسمع عن السنة وأصولها إلا من هؤلاء قبل ما يجي الشيخ هشام البيلي من السعودية. طيب، هل أنا أدافع عن هؤلاء؟ أنا أدافع عن الظلم، عن الظلم وعن الفرقة التي وقعت بين المسلمين. من المستفيد؟ من المستفيد من كون المشايخ وطلاب العلم يبدع بعضهم بعض؟ من المستفيد؟ من المستفيد في هذا المجتمع؟ الآن المشايخ سابوا الفرق الضالة حقيقة وتفرغوا بعضهم لبعض للرد على بعض. الشيخ فلان يفتش في تاريخ الشيخ علان عشان يأتي له بذلات ويبدعه ويخرجه عن السلفي، وعلى الطرف الآخر نفس الشيخ يبحث عن ذلات الشيخ الأول ليبدعه ويفسق ويقول عليه حداد ويقول عليه خارج من الخوارج ويقول أهذا هو دين الله تبارك وتعالى؟ هذا هو الدين؟ مستحيل، لا يعقل أبدا أن يكون هذا هو دين الله تبارك وتعالى، لا يعقل. دين الإسلام الذي مبني عن الأخلاق والقيم، يا أخي هذا عالم منهجه طيلة حياته يدعو إلى السنة ووقع في بدعة أو بدعتين وهو فيهما مجتهد فأخطأ، مخرجه من دائرة السنة. ارجع شوف كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهو يقول إذا وقع العالم في بدعة أو بدعتين لا يكون مبتدعا، ولا يكون مبتدعا إلا إذا كانت البدعة منهج حياة له يتبناه ويدعو إليها ويحمل الناس عليها وينافح من أجلها ويقاتل من أجلها. هذا هو المبتدع، زي الصوفية الدراويش وزي الباطنية الشيعة وزي المرجئة وزي الخوارج. الخوارج يرون فاعل الكبيرة كافر، ويرون الحاكم الذي لا يحكم بغير الله كافر، ويرون الذي يوالي الحكام كافر، ويكفرون الحكام والمجتمعات. هؤلاء هم الخوارج. لكن رجل أو عالم أو شيخ اجتهد في مسألة قابلة للاجتهاد، وقد اجتهد قبله آخرون في نفس هذه المسائل وأخطأ، لا يخرج عن دائرة السنة، لا تتعنت أخي الحبيب. إذا كنت تريد دين الله، إذا كنت تريد دين الله تبارك وتعالى لا تتعنت، لا تتشدد، فوالله تشددك سيكون سببا في انتكاسك. أقسم بالله لا يأتي التشدد بخير أبدا. إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر، ولا يشاد الدين أحدا إلا غلبه. هذا الدين دين يسر، دين الإسلام ما في هذه البغضاء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أم أنكم تقصرون هذه الأحاديث على أنفسكم؟ فئة زي في مرة من المرات صعد أحدهم على المنبر يخطب في الناس ويمثل لنفسه ومن هو على شاكلته من الذين يبدعون العلماء أنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، وباقي الناس ضلال خوارج. تركوا العلمانيين والليبراليين والصوفيين يعيثون في الأرض فسادا ويبدلون عقيدة الناس في مصر ويحرفون عقيدة الناس في مصر. تركوا إسلام البحيري وعلي جمعة وسعد الدين الهلالي وغيره 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 وغيرهم اللي بدمروا عقيدة المجتمع فاضيين لإخوانهم. وأنا أتحداهم إذا قاموا بجعل محاضرات في مثل هؤلاء، أتحداهم. هذه فرقة، اتقوا الله
الله، خاف الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لن يسألك يوم القيامة لما لم تبدع فلان، لكن الله تبارك وتعالى سيسألك يوم القيامة لما اغتبت فلان وهو ليس كما تظن. ده مقلد للشيخ، فربما يكون شيخك مخطئ وربما يكون الآخر على صواب، لا سيما أنه له سلف أو أنه يفتي في مسائل اجتهادية ليست فيها نصوص، يعني مسائل تكوين الأحزاب السياسية هذه مسائل اجتهادية، مسائل المشاركة في الانتخابات هذه مسائل اجتهادية. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله أفتى فيها، الشيخ الألباني أفتى فيها، الشيخ ابن باز أفتى فيها، الشيخ عبد المحسن العباد أفتى فيها. هل تستطيع أن تقول أن هؤلاء مبتدعة؟ يشل لسانك، لا تستطيع، لأنها مسائل اجتهادية أفتوا فيها، فإن وفقوا إلى الخير فالحمد لله، وإن لم وفقوا فأخطأوا، زي الاجتهادية قبل الاجتهاد. أنا أقول لك من الصحابة اختلوا في أمور عقدية، عقدية، ولم يبدع بعضهم بعض رضي الله عنهم وأرضاه. والعلماء على مدار السنين، يا أخي أنت لو رجعت عقيدة الإمام أبو حنيفة مثلا، كان يرى جواز الخروج على الحاكم، يرى ذلك ولم يبدعه أحد لأنه إمام مجتهد. طيب، فالمسائل لا تؤخذ هكذا، المسائل لا تؤخذ هكذا. ابن حجر العسقلاني لما قال في الفتح وكان الأمر فيه اختلاف ثم استقر، ابن حجر العسقلاني في القرن السابع، يعني السابع الهجري، يعني 717 تقريبا هجري، أنت بتكلم في مئات السنين مختلفين، واستقر الأمر على أنه لا يجوز حقنا لدماء المسلمين وحفاظا على بيضة المسلمين ودولتهم، وهذا ما أدين الله تبارك وتعالى به. لكن الذي يقول بغير ذلك مخطئ، لا نقول مبتدع. فمن الذي يستفيد من هذه الحرب التي تقع بين المسلمين الآن وبين المشايخ وبين طلبة العلم؟ بس ده ظاهرة واضحة عندنا في مصر، بس لو ضعف في خارج مصر الحمد لله رب العالمين فيش هذه المشاكل الكبيرة. فالمستفيد الأول والأخير هو عدو الدين الإسلامي، والأثار السلبية على هذه الخلافات التي وقعت بين علماء الأمة في مثل هذا الأمر وتقسيم السلفيين إلى مداخلة وخوارج، هذا أضر بالدعوة أيام ضرر. الناس كلها رفضت الدعوة الآن، الناس كلها الآن بعد ما كان بتحب السنة خلاص، انتوا بتاكلوا في بعض، انتوا مستنين مننا ايه؟ انتوا المشايخ وانتوا العلماء وانتوا اللي تعلمتوا وانتوا طلاب العلم بتاكلوا في بعض وتسبوا في بعض وبتشتموا في بعض، مستنين مننا ايه؟ انتوا عمالين تبدعوا في بعض، مستنين مننا ايه؟ انت هتبدع ده، انت هتبدعني وليك فريق مش هيسمعني، وانا هبدعك وليك فريق مش هيسمعك، خلاص افسدنا الدين، افسدنا المجتمع. ولا يكون هذا يعني اللغط إلا من الصغار، إلا من صغار طلبة العلم الذين لم يتأدبوا بأدب العلم ولم يتخلقوا بأخلاق العلم. والله الذي لا إله غيره، ما من طالب العلم، ما من طالب علم في مصر على المنهج السلفي إلا وهو حسن من حسنات هؤلاء المشايخ الذين تبدعونه، ولا طالب علم يوجد في مصر إلا وهو حسن من حسنات هؤلاء المشايخ الذين تبدعونهم. فاتقوا الله، اتقوا الله، ستسألون يوم القيامة، اتقوا الله. ولو أنت شايفه مبتدع وخلاص الموضوع خلاص تحذر منه، حذر حتى بأدب، إنما في كل مجالسك هذا المبتدع الضال كذا، هذا المبتدع، وتعود تتصيد الأخطاء. يعني من أعجب ما يكون إنه الناس مصر على إن الشيخ أبو إسحاق الحويني يكفر المصر. يا جماعة الرجل أقسم بالله خرج وقال والله أنا غلب على ظن أنه مستحل وليس مصر، وأنا ما كفرت المصر على المعصية يوما ما، لكني ظننت مستحيل. طب مين المستفيد من كل هذا اللغط؟ أعداء الدين، أعداء الدين. إنما الواجب علينا أن نقف صفا واحدا وأن نعود لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع الأكابر العلماء الكبار الذين ماتوا وهم على السنة، الألباني وابن باز وابن عثيمين، العلامة الفوزان ابن جبرين، هؤلاء الأكابر العظماء
هؤلاء الذين لا يحابون ولا يجاملون. اتقوا الله عباد الله، وعودوا إلى الله، وتمسكوا بكتاب نبيكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. صلى الله أن يرزقنا إياكم الهدى والصراط المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله.